الشعب رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان. مؤسسة رسمية مغربية اللي هي المندوبية السامية للتخطيط اتش سي بي، قامت بدراسة سنة 2008 لحوالي 1000 من الشباب المغربي كيف سيكون مستقبل الإعلام المغربي إلى حدود سنة 2030. 88% من الشباب المغربي قالوا بأن المستقبل للرقمي، فقط ما تبقى 12% توزعت بين الإذاعة والتلفزة والصحافة المكتوبة، بمعنى أن المستقبل للفضاء الرقمي سنتجاوز القوانين. ستلاحظون فيما يخص السمع البصري، الدولة المغربية وضعت قوانين لإعلامها الرسمي، ولكن المغاربة لا يشاهدون هذا الإعلام الرسمي بقوانينه، يلتجئون للفضائيات للقنوات الفضائية التي لا تلتزم بالقوانين الوطنية، رغم أن الدستور أيضا ينص على سمو المواتير والعهود الدولية على القوانين الوطنية. وأكتفي بهذا القدر، لأن هذا من السؤالين ربما الذين طرح عليه. دونك شكرا للسيد الرئيس. تعليقي للزميل والصديق سعد وحيشو، أنا أشاطر الرأي للزميل والصديق سي إبراهيم على ما قاله بخصوص قانون ديال 1380 متعلق بالصحافة والنشر، وبين الأمور اللي جات للأسف متعلق ب الحصول على الإجازة و بطاقة الصحافة. هاد الشروط مزيانة تطبق على جدد، أما كل صحفي أو ناشر له يعني رخصة راهو ترخيص من النيابة العامة عليه أن لا ينخرط مع هذا المشروع القانون الجديد، مع القانون الجديد يجب عليه أن، وانا اتصلت بها سي الهيشو قلت لك التجا القضاء الاداري وستاخذ حقك، قلت لي والعدد الزملاء اتصلوا بي وقلت لهم عليهم ان يلتجئوا الى المحاكم الاداريه وسينصفون، لانه هناك قضاة اكفاء في المحاكم الاداريه، ولكن للاسف لم يتجه احد الى القضاء الاداري، وهذا خطا، هذا خطا. يعني الانسان عنده رخصه باي مجال، اي مجال تجاره صناعه اقتصاد، اي عندك رخصه ما يمكنش تزولها ليه، ما يمكنش. دابا غير مسبايل، دابا تاكسي عنده رخصه ديالو، عطاها له مثلا الملك ولا عطاها له جهه الملك ولا عطاها له الدوله ولا الحكومه، ما يمكنش تزولها ليه، ما يمكنش. وهذه بالاحرى رخصه قانونيه موقعه من طرف وكيل الملك، إما في 1980 و 83 و 85. إذا القانون ما يطبقش عليه القانون ديال 2016، خصو يطبق على الناس جداد، ناشرين جدد وليس ناشرين قدماء لا عندهم رخصة سابقة. هذه كان الحقيقة كان عليهم الناس ناشرين يلتزموا بالقضاء، ولكن للأسف الناس خافوا، ويعني الأمر ما فيه شي زعما شي تخوف. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية بغيت نشير لها، وهي بعض الصحف الجهوية الإلكترونية عندها اسم مدينة، ولكن للأسف يعني نادرا ما تتطرق إلى مشاكل تلك المدينة، تتخذ يعني قضايا تتعلق بمدن أخرى، بقضايا وطنية، بعض المرات حتى قضايا دولية. وللأسف هذا الشيء خصو يعطي واحد، يعني مزيان يكون جريدة إلكترونية محلية تهتم ما هو دولي ما هو وطني، ولكن يكون واحد الباب، ولكن الاسم ديالها مثلا موقع اسم مدينة ما نقولش الاسم هذا، خص يعني تطرق وتهتم كل قضايا التي تهم وانشغالات ديك الساكنة ديك المدينة الدرجة الأولى. هادشي معروف، يعني القواعد بالنسبة للصحافة الإلكترونية في الدول المتقدمة اللي عندها تجربة، هادشي اللي معمول به.
النقطة الثالثة اللي بغيت نشير لها والمتعلقة بحماية المعطيات الشخصية. في 2014 دارت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية واحد دراسة، شو لقات؟ 95 ديال المواقع في المغرب لا تحترم حماية المعطيات الشخصية، وهذا مؤسف، هذا مؤسف. ورجع نستحضر الكلمة اللي قالتها الأستاذة حدك شو، وهي المتعلقة خصنا نكون القانون. ما في عيب الإنسان وخيكو عنده يخصو الإنسان يعرف القانون، خصو يهضم القانون. قانون الصحافة ماشي شي حاجة، كاين أبواب معروفة خصو يحفظها، يحفظها بحال الكود بيرمي، كندوزو البيرمي هو ضروري خصو تحفظ الكود، ما حفظتو القانون ما قاريش كتحفظو. نفس الشيء بالنسبة لهذا، ما فيها باس الإنسان كل مرة يطلع على واحد الباب، اليوم باب غدا باب وغدا بعد غدا باب، ما فيها والو، يعني ماشي عيب. والإنسان يحمي راسه بالاطلاع على والتسلح بالقانون، راه مزيان، يعني واحد فيها واحد فيها واحد يعني مناعة كتعطيك، وكتعطيك واحد ثقافة يعني مالكة ومعنى. هذا مهم جدا الإخوان اللي كيشتغلوا في الإعلام الجهوي الإلكتروني، وحتى الإعلام الجهوي سميتو الورقي، خص إنسان باش ما يوصلش للقضاء، لأنه دابا يعني مشاكل ديال القضاء كثير، واحد العدد الناس عندهم ماشي قضايا في القضاء. علاش؟ لأنه ما كاينش واحد التسلح بالقانون، وإنسان تيدير مثلا تينشر ادعاءات يعني كاذبة، بعض ما كينشر أخبار غير صحيحة ما يمتأكدش منها. يعني خص الإنسان دائما يلتجأ مثلا مصادر متنوعة، مثلا واحد شخص مثلا شخص مثلا في جامعة ترابية أعطاك معلومة أو رئيس جمعية ولا مزيان، تأكد مثلا بالأشخاص آخرين جوج أو كذا المعلومات، وفاش كذا كتعطي واحد خبر عنده مصداقية. علاش؟ أنت باش كتاخذ مصداقية حتى المنبر ديالك تاخذ مصداقية، وفاش كياخذ المنبر مصداقية الناشر والصحفي حتى هو تاخذ مصداقية. ما فيها حتى شي مشكل. وإنسان دعم ياخذ الطرق القانونية. كاين أولا حنا كنديروا واحد المعركة مع الحكومة على أساس أنه ما يبقاش أربعة الصحفيين يسمع الصحيفة الإلكترونية جهوية، يقول لي جوج، والحكومة يعني فتح لنا الباب للنقاش هذا. كذلك بالنسبة للفتح يعني الصحيفة الجهوية تلتجأ للجهات الترابية الجهوية، المجالس الجهوية، المجالس الإقليمية، بواحد الطريقة قانونية، طريقة قانونية، ما كاين ابتزاز، ما كاين إلا بعشرة، ما كاين، يعني الطرق القانونية كاينة، ولكن خص الضغط، الضغط الطرق القانونية. إنسان يكون عنده واحد مصداقية، جريدة تنشر مثلا كل قضايا تتعلق بالجهة، كل قضايا الاهتمامات، الانشغالات، مشاكل ديال المواطنين بالجهة، باش كتاخذ مصداقية. وأكيد أنه رئيس الجماعة ولا رئيس الجهة ولا رئيس المجلس الإقليمي غادي يلتفت ليك ويعطيك الدعم، ولكن ماشي مقابل أنه زعما باش، لا، لأنك أنت حاضر قوة في الجهة. هذه هي النقطة اللي خصني نتقاسمو معكم، وشكرا. المهم انا غادي نحاول نجاوب على هذا السؤال ديال الى اي حد تضرر الكتاب من تراجع العمل الالكتروني والمعرض، وما هي الافق؟ يعني هذا المشكل ديال ما هي الافق، هو الصحافه الالكترونيه افقها مفتوح، ولكن المشكل المطروح هو في الثقافه ديالنا حنا كمغاربه كاشخاص. حنا المشكل ديالنا مشكل ثقافي اكثر من وهو مشكل قانوني او مشكل، لان اولا بحال طرح الاستاذ باحث واحد الاشكاليه اللي كنعتبرها انا مهمه واساسيه، وهي ما هي الاستراتيجيات التي يجب ان نضعها من اجل تطوير العمل الصحفي، لان العمل الصحفي هو معادله تؤدي فعلا الى الديمقراطيه والى كما قال الى تطوير الفكر، لان ملي كندخل الى الجدل والنقاش فانا اطور الفكر، يعني لذلك فاننا نجد بان في قانون السمع البصري بان هي افرضت واحد المجموعه من البنود للتعدديه، التعدديه الثقافيه والفكريه والسياسيه، وهي تؤكد على جميع قنوات الاذاعيه والتلفزيونيه من تطبيق مبدا التعدديه سواء
الفعاليات السياسيه او الاجتماعيه او التكريم. وانا غادي نعطي لكم واحد البلاصه بحكم كنت كنشتغل في وزاره الاتصال وكتكلفه بكل ما هو وثائق ونشر والى اخره. كنت انا كنستقبل واحد المجموعه ديال الصحفيين المغاربه والاجانب. الصحفي الاجنبي ملي كيجي كيبغي يدير استجواب مع صاحب الجلاله او مع اي وزير من الوزراء او شنو كيطلب لي انا؟ كيقول لي الله يخليك اعطيني الخطط ديال صاحب الجلاله او اعطيني خطط السيد الوزير او اعطيني الاستراتيجيه اللي وضعها الوزاره الفلانيه في القطاع الفلاني. فهو قبل ما يمشي عند ذاك الوزير او عند ذاك المسؤول يطالع يعني بجد وجديه على مثلا المشاريع ولا الاقتراحات، لانه هو سيساعده انطلاقا لما يقوم به. في حين انا مع تاسف في حين ان الصحفي المغربي انا ملي كيجي عندي تيقول لي واش هاد تيقول لي الله يخليك واش عندك شي ميل؟ كنقول له عندي كذا عندي كذا عندي الاستراتيجيه الفلانيه عندي. تيقول لي لا لا انا ما بغيتش انا ما بغيتش داك الشيء انا ما بغيتش. كنقول له شوف راه انت باش تمشي عند داك المسؤول خاص تعرفو بلا شنو كيدير وشنو كيقول، راه ما يمكنلكش انت عرفت عليه وانت ما عارفوش شنو كيدير وشنو كيقول. وانا كنقول بان هذا الفكر وهذه العقليه اللي عند الصحفيين ماشي الكترونيين فقط، راه الصحفيين المغاربه بصفه عامه، وهو انه يعتمد على ما يقال في المقاليد وفي الكواليس. يعني ما كيمشيش اللي كيقولوا الفرنسويين ينسو دوكيمونت با، ما كياخذش واحد ما تيقلبش على الوثائق كيقلبش على المعلومه لانه زمان كيخصو داك الخبر يدوم ديك الساعه ديك الساعه ينشرو ويضرب راسو. في حين انا كنقول لك هذا باش تخدم مع الصحافه الدوليه الصحافه الوطنيه، صحفي اجنبي انجليزي ولا امريكي ولا فرنسي لا يمكنه ان يذهب لاستجواب اي شخص دون ان يكون عنده اطلاع كبير على مثلا على ما يقوم به ذاك الشخص على الاقتراحات ديالو على القوانين الى اخره. في حين ان الصحفي المغربي عنده هذا المشكل الفكري انه لا يطلع مع الاسف. يعني انا كنقول وانا اتحمل في المسؤوليه يعني ما الا القليل جدا اللي كتلقاهم. انا كنعتبر الصحفيين اللي كيشتغلوا في الصحف الوطنيه دابا هما حتى مثلا شوفوا غير الحركات واختاروا الحركات اللي مر بهم المغرب اللي كتلقى يعني كيمشي البوز. ولكن انا لحدود الساعه كنلقى انا الصحافه المغربيه كامله بدون استثناء هذيك 16 صحيفه تقريبا كانت كامله ما كاينش شي صحفي اللي مثلا بعد الحراك التوقيت ديال الريف او ديال الجنوب ولا كذا جلس ودار لي واحد المقال يعني اللي هو يعني مقال اللي فيه التوضيحي ديال مثلا علاش وقع الحراك في الاسم ديالو في المشاكل ديالو علاش فيه مشاكل علاش الناس سجنات الى اخره شنو هو مسؤوليه الحكومه في اسمح لي الى اخره الى اخره. هذا كنقول لكم علاش كنقول لك انا هذا راه مشكل فكري يعني مشكل ثقافي وفكري في نفس الوقت. وشكرا. شكرا على هذه المتاحه. لا بد من التجاوب قليلا مع شركه كارا لكلمتين فقط او ثلاثه جمل باختصار شديد السياق. نحن في معرج ينبغي للجميع ان يتحمل مسؤوليتها، الدوله وزاره الاتصال والثقافه تتحمل مسؤوليه كبرى نحو او في الدفع في هذا الجسم الصحفي الى لا ممارسه الاخلاقيه ولا المنضبطه لقواعد الصحافه. واحد، هذا الاسراع نحو تقييد الصحافه الالكترونيه بقرارات وزاريه اظن على انه غير مناسب اليوم. بدل ذلك ينبغي الاسراع بالتكوينات الجهويه لفائده الصحافه الالكترونيه. واحد، في المقابل لا بد للصحفيين الإلكترونيين أن يعوا دورهم الرسالي ودورهم الحضارية والثقافية والتنويرية التي يصنعون بها وعي وهندسة عقل المتلقي المواطن المغربي ليكون
حقيقة مواطنا فاعلا في المجتمع. اثنين، لهذا لا ينبغي أن ينتظروا تكوينات الوزارة، بل يتمتعوا، بل ينبغي أن يتمتعوا بإرادة ذاتية في التكوين، أن يذهبوا لدورات، أن ينظموا دورات تكوينية في إطار جمعيات، إطارات مهنية. وهنا لا بد أن أفتح حد القوس، لأن أجد أني مضطر لهذا الأمر على الأقل على مستوى المدينة طنجة وجهة طنجة في طور الحسين. إذا لم تقوم النقابة الوطنية كهيئة نقابية مدافعة عن الصحفيين بأدوارها، ينبغي الصحفي الإلكتروني أن يتكتل في مؤسسة وهيئة أخرى. ينبغي الاشتغال بإرادة وباحترافية وبمستقبلية وبكل أمل سي حسن برهان، لأن هذا الأمل هو الذي نحافظ عليه. وأنا أشعر بأن أتذكر الاعتقالات السابقة في تطوان والاحتجاجات، وأتذكر كل تلك المراحل، وأشكرك لأنك ما زلت تحمل بصيص الأمل الذي